مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حوار خاص وحصري من العاصمه الرباط. معنا ومعكم اليوم الفنانه القديره واللي كنا كنبغيوها شوكينا درابيل. مرحبا بك لاله شوكينا. شكرا. مرحبا بك علاء ومرحبا بقناه شوف تي في عندنا هنا في البلاطو في الرباط بالضبط. احنا اليوم في كواليس تصوير واحد العمل اللي انت كنتي كتكتمي اني ما تهضريش على الديتاي ديالو. اليوم حنايا بغينا نعرفوا تفاصيل اكثر على هذا العمل الكبير اللي كتحضري ليه. الوغ اليوم حنا في مدينه الرباط. بعدا كنبغي نشكر الساكنه ديال الرباط بزاف بزاف وخصوصا الساكنه ديال حي الكزا اللي هنايا في المدينه القديمه. كنبغي نقول لهم شكرا على حسن الاستقبال ديالكم حسن الضيافه ديالكم محبتكم لينا كفنانه وكخوت لان بصح ولينا خوت مورا هاد التورناج هذا. شكرا للجمعيه اللي حنا كنصوروا فيها الرياض ديال رباط الفتح اللي كيقولوا لها دار حكم اللي كان بلاطو جميل بزاف وكانوا حتى ناسو اللي فيه مضيافين ودائما كيتلقاو لينا بالابتسامة العريضة فكنبغي نشكرهم كاملين. اليوم انتم معنا هنا في البلاطو نيت في الرياض اللي كنا صورنا فيه. كانوا بزاف المشاهد هنا في الرياض وكانوا في مدينة سلا في مدينة الرباط شي مشاهد في قنيطرة. واليوم احنا هنا في الديكور البرانسيبال اللي هو كما قلت لك الرياض اللي غادي تشوفوا الاحداث ديالو بزاف بزاف. دونك هذا فيلم اللي كنت متكتم عليه شويه مي اليوم غادي نقولوا تكتم تام ياك ما كنتش كنعطي المعلومات. لا اليوم غنقول لكم بالله اليوم عندنا فان تورناج فاليوم سال التصوير مده ديال شهر اللي قضيناه هنا في مدينه الرباط. فهو فيلم سينمائي كوميدي تحت عنوان الكنز. فسكينة درابيل هذه أول تجربة ديالها في مجال تجربة سينمائية أول تجربة فيلم مطول ولا بطولة فيلم سينمائي كوميدي. كان سبق لي درت شي مشاهد مع حميد زيان مع علي الطاهري في بعض الأعمال ديالهم طويلة ولكن كانوا عندي غير دي سيكونس كنت باقي يلا بعديا وكانوا غير مشاهد قلال. هنا عندي بطولة أنا والفنان خويا طارق البخاري والجميل محمد الحوضي اللي اول مره كنشتغل انا وياه في واحد البلاطو واللي كنكتشف انه ممثل جميل وجميل بزاف لانه خرج المعهد العالي في المسرح والتمثيل الثقافي حتى هو وكنا كنتعرفوا غير في المسرح ولا كنا كنتلاقاو غير هكا في لي ريبيتيسيون ولا هذا. فاول مره كتجمعني معاه كاميرا وحده وبلاطو واحد وسيناريو واحد. فبطولتي انا وطارق البخاري محمد الحوضي والفنانه الجميله حتى هي خرجت المعهد فاطمه بوجو شوكولاتة السينما والأستاذ الكبير جمال العبابسي ناصر المدغري هند بالعولة اللي بقى في المعهد حتى هي واحد الموهبة جميلة وجميلة بزاف مريم القدميري اليوتيوبوزا الجميلة اللي كضحكنا وكنا كنعرفوها والعديد العديد من الوجوه الشابة. وكنبغي نقول بأن المخرج ديال العمل أحسن والأحسن الاختيار بأنه يجمع واحد تلة من واحد الشلة ولا واحد تلة من لي كوميديان كاين اللي قديم كاين اللي يلاه بادي كاين اللي يلاه باقي كيقرا في المعهد كاين اللي داز غير من الكاستينغ. فكان واحد التنوع ديال الأجيال وتنوع ديال الثقافات اللي عطات واحد لو فخوي إن شاء الله وغادي تشوفوه إن شاء الله في العام المقبل لأن الفيلم كيخصو واحد الوقيتة واحد المدة ديال المونتاج المدة ديال خصو يمشي لابوت برود شحال من حاجة. دونك كنشكر المخرج الجميل الاستاذ عمر غفران على انه حطنا كاملين حنا في هذا القالب هذا وان شاء الله اللي غادي يكون شي حاجه زوينه. وكنبغي نشكر اكيد ايضا المدير الفني ديال هذا العمل علي الطاهري اللي كنبغي نقول ليه حتى هو شكرا بزاف لانك اضفتي لنا الكثير بمعيه الاستاذ عمر. فالحمد لله دازت اجواء التصوير الكواليس اللي وقعوا في التورناج كنعرفوا انت عندك واحد الاجواء دازت مخيره سيغتو اننا كنصوروا في الرياض يعني بحال جالسين في ديورنا بحال مع خوتنا ماشي بحال راه بصح مع خوتنا. كانت ديك الاخويه ما بين الممثلين كانوا الاجواء زوينه وكانت عندنا كوزينه لتحت وانا عارفه اني كنموت على داك الشيء. انا قالوا لي انت ديما كتلبغي كتاكلي كديري ديما كاين غير المقصوص وشنو خويا نموتوا. الكوزينه لتحت كاينه والطيابات كيبقاو خدامين وهذا وكنهبط ضروري نشوف الطنجره نطلع على هذا ندوق شويه ندير هذا. انا فهمتي راه دايره لهم داك الشيء كنشبع انا الاولى كناكل انا الاولى. مي شوف الاجواء الحمد لله كانت عائليه كانت اخويه وباقى الحمد لله. تفارقنا بالبكا البارح في الليل البارح سيتي لا فان تورناج اليوم كانت الحفله ديال فان تورناج ونتمنى انه ما يكونش اخر مره كنجمعوا مع هاد ليكيب اللي كانت معنا اليوم. اكيد عمل موفق لانه كيضم واحد التله من الكوميديين كيف ما قلتي اللي يعطيو لا تويست ديالهم في هذا العمل. شو كاينه الناس توحشوك في لساتكم
توحشوني بخير. تكون بيرسوناج انت اليوم هذا البيرسوناج اللي لعبه قريب من سكينه مرت مصطفى، قريب من سكينه لافيرمي، شكون سكينه اللي علقوا لك انتما سكينه كتجيكم مع سكينه مرت مصطفى صافي الناس ربطوك بسكينه مرت غير حيتاش الاسم الفن الاسم ديال الشخصيه اللي درناه هو الاسم الشخصي ديال سكينه. دونك الناس شي مرات في الزنقه كيقول لي واش سكينه هي، كنقول لا رسميتي سكينه ني الدرابير ماشي البيرسوناج. لا البيرسوناج ديال رقيه مرات حمدان واحد الحاجه اللي هي مغايره، واحد السيدة اللي هي سيدة بيت مكافحة كما تنقولوا خبز وبراد، فهمتيني بنت البلاد واقفة شعبية شعبية بيان سور. شوف أنا لي غول الأقرب لقلبي هما لي غول اللي كيكونوا منطلقين من الشعب، حيت من الشعب فاش كتنطلق من الشعب أكيد كتعطي شي حاجة اللي هي زوينة وكتمشي لقلب الشعب ديريكت. ما بغيتش نشوفوك برجوازية كلاس إن شاء الله إن شاء الله، ولكن شوف الله يخلينا في سباقتنا الله يخليك. أنا تعجبوني هاد الأدوار ديال الشعبية ديال البسيطة، تعجبني كنلقى فيهم راسي، يعني أنا بنت الشعب قريت في اللي كيعرفون مدينة الرباط في يعقوب المنصور، من عائلة متوسطة يعني ماشي زعما كنقول لك شوف التمثيل ممكن أنني ندير برجوازية وممكن ندير حتى كنسوق حتى البيلوط نسوق حتى الطيارة حدا البيلوط وشنو ما كان، غير كتبقى مسألة ديال الاقتناع، واش الناس غادي يقتنعوا بك، واش الناس غادي تقبلوك في هذاك البيرسوناج، تقبلوك في هذاك لو بيرسوناج. فوالا هادشي اللي كاين. الناس فاش كنتلاقاو في الزنقة كلشي تيقول لي شوف خليك على سباقتك وخليك بطبيعتك، حنا تنبغيوك بحال هكا، وأنا ما نقدرش نخسر الخاطر الجمهور ديالي. سكينة هادئة ولكن دائما كيروجوا بها الشائعات، وديما الناس سكينة الولاد سكينة دارت سكينة، علاش انت ديما محيطة بالشائعات واخا انت كان حنا تنعرفوك زعما قليلة الظهور، ما عندكش مع زعما ما عندكش مع شوفوني كيف ما كيديروا بزاف ديال الفنانين. وربما حيتاش ناجحة الحمد لله، ناجحة في مسيرتي اللي بدات في 2010 من ليل جات للمعهد، فالناس اللي كتكون عليهم الهضره بزاف كيكونوا غير كيبغيونا الناس، والله الا غير كيبغيونا الناس داكشي علاش كيهضروا علينا. شوف هي بالنسبه لي الاشاعات انا ما كتاثرش عليا انا اكثر ما كتاثر على الوسط ديالي وعلى الاسره الصغيره ديالي، فانا عائلتي غير مشهد ديك المره مشهد صغير ديال واحد العمل قالوا كتكمي وحنا تنعرفوك الناس عرفوك انت مشهد من فيلم سينمائي قال لك تتكمي الشيشه وتدير، ولكن داكشي راه فيلم ما شافوش زعما الاجانب ولا شحال من ماشي الاجانب ممثلات كاع مغربيات وشحال من حاجه وداروا اسمح لي وداروا شحال من داروا شحال من غول شحال من غول اللي هو ماشي هما، راه الفنان ملي كيلعب واحد لو غول راه ماشي هو ديال بحال هكاك، هذاك راه دور وسمحهم الله اللي شدوا من التلفازه وقطعوا غير داك الدور وبغاو يبينوا بغاو يسيئوا الصوره سكينه دار، ولكن الحمد لله الناس اللي كتعرفني اكيد ما ساقتش في داك الشيء. اكيد جمهورك الناس اللي قرابي لك حنا تنعرفوك عن قرب وعارفين الكاركتير والسلوك ديالك، الناس كيفاش تعاملوا عائلتك كما قلتي العائله هي اللي كضر. صح شوف انا ما نكذبش عليك بان عائلتي ضرات، انا درت شكايه حطيت شكايه داك الشيء مازال في طور انجاز لان متابعهم قضائيا لانهم ضروني وضروا عائلتي الصغيره، فكما تنقولوا ما خصهمش يقصوا الكرامه ديالي لانهم قاسوا بصح الكرامه ياسر يعني اسره محافظه، انا خويا مغربيه وبنت الشعب واسره محافظه وشنو ما بغى يكون فهمتيني، وقريبا ان شاء الله ندير عقلي وداك الشيء. المهم عائله محافظه اللي بصح كيضرها اي حاجه يعني شوف اي واحد اي عائله ما تبغيش اللي يسمع في ولادها ولا في بنتها ولا في هذا ساختو البنت الشيء الولد مازال تقول هذا دار وهذا دار وهذا، هذاك اللي كنقولوا حنا راه راجل، ولكن حنا في المجتمع ديالنا بنت ما يمكنش ملي غتسمع لك كدير هذه وكدير هذه وكدير هذه بيان سور غادي يبقى فيك الحال ساختو قلقوني، ولكن قلقوني اكثر من اللي قلقوا لي عائلتي الصغيره الاب ديالي والام ديالي بيان سور عادي، حيت انا راك عرفتيني انا ترونسبارونت اللي كاينه تنقولها وشفافه لواحد الدرجه ما تخيلش، الحاجه اللي كتاثر فيا كتاثر فيا، الحاجه اللي كتفرحني اثروا فيا، ولكن الحمد لله ماشي لدرجه انني نوقف ولا نقول لا ولا نهائيا، بالعكس شي صدمات شي مرات كيخليوك تزيد لقدام ماشي ترجع للور، ومزيان يكون عندك المارشارير مقطع واش فهمتي، دير غلط ولكن دير جوج ديال 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 شي حوايج اللي هما ايجابيه اكيد. هما الشائعات من حق اي فنان يتعرض للشائعات، ولكن نتمناو ان هاد الناس يهديهم الله ويحاولوا يدعموا الفنان اكثر من انهم يضروه في المسيره ديالو. لكن نرجع معك النجاحات ديالك، تبارك الله عرفت انه انت مقبله على واحد اش نقول لك تجربه جديده على اليوتيوب ودخولك لعالم اليوتيوب، كيف جاتك الفكره؟ تيبوب مقبله على تيبوب، ماشي كيفاش جاتني الفكره، هادشي اللي بغات الوقت هادشي اللي بغات الوقت. الناس ولاو بزاف كلشي مأطاشين السوشيال ميديا، حنا كنكونوا جالسين في عائلاتنا كاملين، كنكونوا جالسين في عائلاتنا تباك حدا امك حدا خوتك التلفزه مطلوقه وما عرف شنو كلشي مطلوق وانت شاد التليفون ديالك،
دونك حتى التليفون هو اللي ولا بلو بروش للناس ولا ديالهم عالمهم خاص. فانا قلت علاش لا، حتى انا من هذا النوع هذا، حتى انا نبغي عندي جمهوري ديال 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 السوشيال ميديا، فبغيت التواصل ديالي مع الجمهور يكون زعما يومي، ولا كما تيقولوا روتيني اليومي، ولكن انا ما كنديرش داك الروتين اليومي ديال كنصيفط معاك الروتين. انت درتي الروتين اليومي، ماشي السياق وداكشي ديال الجفاف، انا درت روتين اليومي. اشنو هو الروتين؟ الروتين اليومي راه كلمه كون بصح ما دارش عليها واحد الضجه، وكون ما داروهاش واحد الناس بواحد الطريقه ما غاديش تسمع بيننا خايبه. راه روتين يومي شي حاجه اللي كديرها يوميا، اليوميات ديالك هي غير تعطاها واحد الاسم ولا تعطاها واحد الطابع اللي هو خايب من عند شي ناس ولا من عند شي وحدات اللي كيديروا لنا هاد التسياق بالدار، كيعطيونا بظهرهم كيقول لك انت انا كنسيق وهذا زعما العالم ما تعرفوش يسيقوا ولا حنا ما كنحكوش الزرابي ولا كيفاش هادشي. انا كندير هذاك روتين يومي. نوقف معك في الجمله ديال الروتين اليومي. الروتين اليومي كما قلتي خدات واحد الانطباع، الروتين اليومي راه عادي، راه جمله عاديه، ولكن كنربطوها ديما كنربطوها بداك الشيء، كنربطوها بمؤخرات ديال شي وحدين اللي كيبانوا، كنربطوها بشي. انت تقدري ديري هذاك النوع من اليوم. سطيتي انا راه كنقول لك بنت محافظه وبنت الشعب، واش انا نقدر نسيق؟ وانا ما كنسيقش اصلا، باش تفهم. انا مثلا ما تنديرش داكشي ديال، انا تندير الروتين اللي كيبغيوه الناس، الروتين اللي كيطلبوا مني الناس، الروتين اللي انني كنجاوب مع الناس، لا في الانستغرام لا في تيك توك لا في لي لايف لا في هذا. فهذاك هو الروتين اليومي. اما باش نعطي بنادم بالدار ولا باش نبدا ندير داكشي اللي كيحسب لهم، راه هذاك هو الروتين اليومي نهائيا. حد الله بيني وبين داكشي اخويا، الحمد لله. تيك توك تعلقتي في فيديوهاتك وصلوا 3-4 ديال المليون ديال المشاهده في نهار في يومين، كي درتي التيك توك تاعك؟ محبه الله ومحبه الناس. شوف ربي ملي كيكون كيبغيك كيحبب عبدو فيك، هذا الشيء اللي كاين. تيك توك تاعي تجربه. شوف انا بالنسبه لي داك الكونفينمون علمني بزاف ديال الحوايج، درت فيهم شي حوايجات مع الدار في حياتي الشخصيه تبدلوا شحال من حاجه. انت كنتي طياب بعد رويده؟ لا انا كنعرف نطيب، فهمتي؟ انا كنعرف نطيب وهنيت ماما من الطياب، وليت كنصلي في الكونفينمون الحمد لله وباقه. وليت كندير شي حوايج اللي هما مغايره على سكينه اللي كانت شحال هذه في الكونفينمون. وعيت مع راسي، عرفت راسي شنو الصح وشنو الخايب. جلست مع راسي، جلست مع دارنا، تعرفت على دارنا كثار، طلعوا ناس مزيانين في الكونفينمون. مي بصح في ديك الوقت ديال الفراغ في كورونا ولا في الكونفينمون ما كانش عندنا من غير اننا نشدوا لي ريزو سوسيو لي سمارت فون ديالنا والسوشيال ميديا. فانا دخلت لهذا العالم هذا. يلا ديغنييغمون درت اون شان يوتيوب، غنوريها لكم دابا باش تدخلوا ليها، هي ماشي شي وحده اخرى. كاينين بزاف القنوات، كاينين مكريين الناس بزاف ديال القنوات، ولكن الرسميه هي هذه هي الرسميه اللي فيها هذا الفيديو هذا. ليا نقراو لهم الناس اللي كتشوف. ها هي ديال سكينه درابيل، دونك هذه هي القناه ديالي اللي واصله دابا 465 ابوني و 39000 مشاهده، اللي درتها صافي اون سيمين. دونك هذه هي القناه الرسميه ديال سكينه درابيل. فبغيت انا خويا بغيت ندير هذا الشيء ديال الانترنت، وبغيت ماشي عياقه ولا لحقه، انا عندي اون شان ولا ناويه نتخلص منها ولا هذا نهائيا. انا ناويه نخلي الكونتاكت ديالي مع الببليك ديالي. ماشي الهدف مادي؟ لا 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 ماشي الهدف مادي نهائيا. شوف الببليك ديالي الصغير اللي ديما شاد لي سمارت فون، حتى هو ندخل عنده ونكون عنده، الا بغاني يدير لي ابوني، ما بغانيش ما يدير حتى حاجه. خاصو كاين واحد الظاهره ولينا كنشوفها في الدومين ديالك انت، تبارك الله خريجه معهد. كنقولوا خريجه معهد يعني سنوات ديال الاجتهاد والتغاب. أربع سنوات كثيره حتى في الدومين قبل ما تدخلي مثلا، راه ضروري انت خدمتي يعني انت كتخدمي على هذيك ليمال ديالك باش اليوم نتلاقينا مع سكينه النجمه. الا بغينا نهضروا على بزاف الناس اللي ولاو كيدخلوا للدومين غير بالانستغرام مثلا، كاين بعض المخرجين اللي كيجيبوا الناس العدد ديال المتابعين اللي عندهم. يعني انت عندك مثلا 100K، راه عندك واحد البوبليك يعني يدخل يشوف هذاك العمل، عندك مليون، عندك جوج، عندك ثلاثه، شنو رايك في هذه القضيه؟ هو شويه هذه القضيه هذه كتزعج بعض الفنانه، ولا كتزعج شويه الدومين، ولا كتقول لا ما خصش مثلا يجيو دي انفلونسوز ولا. انا كنقول نهائيا، انا كنقول الدومين واسع والرزاق اللي عطاه لك الله عمر شي حد يحيدو لك. رزق الله سبحانه وتعالى، راه النمله ربي كيخلقها في الارض وكيعطيها الفتات ديالها ما كتاكل. علاش غنحاربوا هاد الناس؟ حتى هما كيديروا شي حاجه اللي هي زوينه، كيديروا شي حاجه اللي هي فيها لاغ. انا مع الناس اللي يدخلوا للدومين اللي يكونوا كفء. كون سيدي مولاي ومرحبا بك، ما تكونش كدير لي داكشي ديال روتيني اليومي ونخلق منك نجم نهائيا. كون فنان، كون عندك واحد البصمه تزيدها للدومين ولا تزيدها للفن ديالنا، مرحبا على راس العين. هذوك حتى هما راه مواقع التواصل. التلفزه راه كنتواصلوا مع الكرون بوبليك، مواقع التواصل الصغيره هي كنتواصلوا مع البوبليك ديالنا.
الا كنتي فنان وسيدي ومولاي مرحبا والتيران واسع واللي عنده اكيد هو اللي كيبقى وكنتي دايره بنجاح مثلا الربيع القليل ولد اللبان في عنبر وياقوت اليوم هو واخد المساحه ديالو اعلاميا وفنيا لانه يقدر يخدم على البلاتفورم. تبارك الله عليه. انا بالنسبه لي داك السيد غزال ما شاء الله وموهوب وتنقول له برافو كنتي في ياقوت وعنبر مخير اون فيت المسلسل كله هو تبارك الله انا عجبني وكنت من المتتابعات ديالو بحكم انه كانوا في اصدقاء ديالي بزاف اللي كانوا خدامين فيه. عجبتني القصه وما نكرهش انها تكون جزء ثاني. انا ما كرهتش كون كنت معاهم في ديك الوقيته تالما حسيت بواحد الانرجي زوينه عندهم في البلاطو حيت الانرجي ملي كتكون زوينه في الكواليس ولا الممثلين ملي كيكونوا مصاحبين مع بعضياتهم ملي كيكونوا خوت ولا الجو ملي كيكون مفرو الانتاج زوين ولا المخرج زوين اكيد الامباك ديالو كيبان شي حاجه اللي خارجه من القلب اكيد كتخرج للقلب. كنبغي نقول ليه ربيع السقلي برافو راك كنتي طوب. خاصو كاين نرجع معاك الاعمال الرمضانيه الجمهور بغى يعرف واش كاين اش كاين هضر من بعد واش يا عمري واش. شوف حاليا كاينين اقتراحات ولكن ما كاينش شي حاجه اللي هي دابا سور من غير واحد المسلسل اللي غنبداو في التصوير ديالو ان شاء الله في ديسمبر. ديما ملي كتبغي تبداي ما كتبغيش تقولي التفاصيل. ما كنبغيش نقول التفاصيل. انا شوف كيقول لك العروسه فوق الكرسي ما عرفوا الناس فين ترصي. انا سيدي تنبدا التورناج ونسني الكونطرا نقول لك علاء انا خدمت واش فهمت كتبغي تقبل كنبغي العين شو كاينه مثلا العين حق بيان سور كاينه العين حق ولكن ماشي تنقول لك لي بروجي بسبب هاد انك كتهضري عليهم بزاف ما كيبقاوش يكملوا. ممكن يكونوا مشاو بهذه الطريقه هذه غير انا ما خديتش بالي. ما بصح كاين العين حق ولكن ماشي زعما انا كنقول لا وما نقولش وداك الشيء يقول عود بربي هذا نهائيا. شوف رزق الله انا دايرها في يد الله سبحانه وتعالى. جاني رزقي كتبوا لي سيدي ربي راه غنخدموا ما جانيش رزقي راه مكتب لواحد اخر. شو كاين قالوا لي غتولي تغني في لاشين ديالك؟ لاشين ديالي نقدر ولا نغني فيها حيت عندي واحد صويت زوين اليوم بغينا نسمعوا شي. لا 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 الصوت ديال انك تشوفوا نخرجوا من شكل الممثل هو صاحبي دندن اخي وين على ما هو دندن اخي دندن. انا فراسك تعجبوني الاغاني المغربيه اغاني المغربيه كتعجبني لطيفه رأفت. يلا شنو نغني ولا طيفه على اللي قال الميكروفون. شكرا. مغيارة ويلا قالوا مغيارة مغيارة وهاد الطبع واش ندير والغيرة فيها لدة ومرارة للعاشقين هي أجمل تعبير. مغيارة المحبة بلا بها غير خسارة صارا خسارة وانا بعد عني علاش نغير مغيارة. تبارك الله عليك هذا غير شوية الصوت. ما شاء الله كتغني مزيانه كنترقبوا شي كليب ياك نترقبوا شي كليب كليب ان شاء الله نديرو انا وشكون شكون اللي بغيت تديري معاه ديو اللي بغيت ندير معاه كليب زعما ماشي غنوصل النيفو ديالو في الغناء ولا نكون معاه نكون في الفيغوراسيون كندير ليه داكشي ديال الكلام عند الجمال سعد مجرد. فان ديال سعد مجرد اللي تبارك الله واحد الموهبه كبيره وطاقه كبيره وموهبه مغربيه اللي شرفتنا وشرفت كاع المغاربه في العالم كله. هو فنبغي نكون معاه في شي ديو ماشي غنغني اكيد ما غاديش نوصل للنيفو اللي هو واصل ليه ولكن نكون معاه في الكليب. قلت لك نكون زعما ديك التيتيز اللي غيتز مال هو ما يتزعط في شي وحده صاحبي دفدوبه او سعد دير معنا زوينه صاحبي. تبارك الله عليك الروح المريحه ما كتخطاش حواراتك معك سكينه. واحد المعلومه نبغي نتاكد منها سمعت على انه انت زيد وليتي كتسمع راه خطر لا واحد الصقعين نتوما راه كتسمعوا شي خبر سيختو انت كتجيب شي خبر اش غنقول لك زيد عرفت انه انت دخلتي اختك للدومين. اختي دخلت للدومين اختي دخلت قبل مني انا واقيلا للدومين. لا اختي اولا كنبغي نحيي هاجر درابيل الاخت ديالي. اختي انا دايره الفوال محجبه وكدير عندها قناه حتى هي في اليوتيوب اللي سميتها هاجر درابيل شانيل. سبق انت ولا هي؟ هي اللي سبقات. هي اللي سبقات هي اللي عطاتك الفكره. هي اللي عطاتني الفكره وهي دابا كتخدم معايا المونتاج وهي اللي كتصور لي حتى لي فيديو في لاشين وهي اللي كريات هذا لاشين كلها. فهي كدير دي فيديو هي كدير هي كيقول لها اش كيقول لها كيديروا داك لي فلوغ. كدير لي فلوغ. هي كدير لي فلوغ وهي سميتها بلوغر. بلوغر كيقولوا ولا بلوغ اسلام صافي. هي انفلونسوز كما تيقولوا كدير لي فلوغ في يوتيوب. عندها عالمها الخاص اختي كالم زوينه ظريفه ولكن بديت كنشم في هذه الايام ريحه انها باغا تدخل للتمثيل باغا دير شي حاجه في التمثيل. غندخلها للتمثيل ماشي غندخلها غندخلها قدراتها وكفاءتها
الا كان عندها شوف الا كان الا كان عندها ما يتقال في هذا الدومين هذا مرحبا بها اختي، ماشي غادي نمشي ندافع عليها وهي راه ضروري تكون لاباز. بيان سور خصها تكون لاباز بيان سور، وانا اكيد غنعاونها وغنمد لها يديه بيان سور. تبارك الله عليك شكرا، شكرا لهذه الصراحه، شكرا للجلسه اللي ما سخيتش بك، انت عندك واحد روح مريحه. شنو تقول لي الجمهور شفت الفيديو برنامج بريكه مع علاء؟ كنبغي نقول للجمهور بيان سور شكرا بزاف على تشجيعكم لسكينه درابيل، شكرا على انتقاداتكم اكيد البناءه اللي كتقول سكينه درابيل، انا من خلالكم نتوما اكيد كندير انا واحد الميساج على راسي، كنحاول نحيد شنو ما كيبغيش الجمهور ديالي، كنحاول نخلي راسي زوينه مع الجمهور ديالي، كنبغيكم وكنموت عليكم، وحنا دائما وابدا ودائما ودائما بلا بكم نتوما راه ما كنسوا حتى شي حاجه، فشجعونا وقفوا معنا، حنا خوتكم وليداتكم صحابكم، ما تخليوش داك الجدار ولا داك الحيط الرابع ديال لا هذاك فنان خليه بعيد وانا بعيد، حنا ولاد الشعب منكم وإليكم، كنبغيكم كنموتوا عليكم، وان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو بكم عما قريب، يا ربي يفتحوا لينا خويا غير المسارح، نمشيو نخدموا ونمشيو نشوفوا الناس ونشوفوا الاطفال ونشوفوا الكونتاكت ديريكت مع 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 مع, مع الببليك، وكنبغي نقول لكم بهذه المناسبه نقول ولا ما نقولش؟ لا قولي. شنو نقول؟ لا قولي داك الشيء واش تقول؟ كنبغي نقول لكم بهذه المناسبه دخلوا تابوناو عندي اخوتي عاونوني. لا لا ما غاديش نقول هذا الكلام، غادي نقول ان شاء الله راني درت قناه في اليوتيوب، غنبدا نحط لكم فيها روتيني اليومي داك الزوين ماشي داك الحلال، روتيني يومي كاشير حلال حيت كاشير هي حلال، فمرحبا بكم عندي في القناه، وشكرا لك على مره اخرى على الاستضافه، وشكرا حيت جيتوا من الدار البيضاء عندنا الرباط، صافي بليزير ونتلاقاو ان شاء الله فرصه قادمه. تبارك الله عليك مسيدي الكرام، حتى انا ما بقى لي غير نقول لكم الحوار ديالنا وصلنا النهايه ديالو، تبقاو على خير.